هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. من الاستفسارات اللي جات لنا على مدار الاسبوع ده عن موضوع الاعلان ال 13 بالنسبه للاسكان الاجتماعي. احنا طبعا كنا عارفين ان هو اعتقد كان اخر موعد للتقديم كان يوم السبت 18 يوليو ان شاء الله، ولكن اعتقد تم مد الفتره ل 25 يوليو. عندنا تفاصيل كتير واستفسارات كتير عن الاسكان الاجتماعي، وتحديدا الاعلان ال 13، المواصفات ايه، المحافظات ايه، عدد اللي تقدموا قد ايه. خلينا نروح للصديق العزيز استاذ عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزاره الاسكان. عمرو بيه مساء الفل. مساء النور يا استاذ، اهلا بيك فندم، اهلا وسهلا. طمنا كده على الاعلان ال 13، انا عارف الحمد لله انتم مديتوا الفتره اسبوع اعتقد. الحمد لله، يعني توافق القرار وزير الاسكان اصدر قرار انه يتمد مده الحجز الالكتروني او يعني تقديم التسجيل الالكتروني. تمام. عشان بس الساده المواطنين ان شاء الله يعني هيقدموا ان شاء الله يبقوا عارفين في عندنا اكثر من مرحله. هو بيشتغل كراسه وبيقدم مقدم الحجز وبيحوله وبياخد الايصال ويعمل له فوتو كوبي او يصوره ويعمله مع الورق المطلوب ومع الاقرار اللي في الكراسه ويرفعه الكتروني. هي دي الخطوه اللي الناس دايما كانت متاخره فيها، انه بيشتري الكراسه بسرعه وبيقدم مقدم الحجز لكن ما بيوديش ورق الكتروني. فاحنا على بس عشان الارقام عندنا 35000 مواطن اشتروا الكراسه. 35000 منهم 21000 قدموا مقدم الحجز. فطبعا تمام. الفرق بقى بيجي فين؟ انه عندنا 19000 منهم لسه ما سجلوش بيانات الكتروني، وده خطير جدا. طبعا دول اللي سجلوا فالفرق طبعا في ناس لسه ما لحقتش تسجل الكتروني، يمكن علشان الخطوه دي بتبقى يعني الناس بتعتبرها سهله وممكن تخلص بسرعه فبيتاخروا فيها، فللاسف ده بيعرضه ان هو الطلب بتاعه يترفض. فاحنا صحيح. طبعا ما بنبقاش عايزين حد يبقى طلبه يترفض او يبقى حد يديه عليه فرصه وخساره. فعلشان كده الدكتور عاصم الجزار يعني استجابه لطلبات الناس كتير ان هم لسه ما لحقوش يخلصوا الخطوه دي، فان شاء الله لحد يوم السبت لسه يقدر يشتري الكراسه ويحول مقدم الحجز. هايل. لكن ان شاء الله عندنا لحد يوم 25 يقدر يسجل بياناته الالكترونيا. الخطوه دي هامه جدا يا فندم. طبعا لازم يسجل ورقه ويقدمه على الموقع الالكتروني بابا الالكتروني صندوق الاسكان الاجتماعي. العدد مش كبير يا عمرو بيه، 35000 هو الاعلان ال 13 اصلا على كام الف وحده؟ عندنا يا فندم 10 محافظات. 10 محافظات. عندنا محافظات الصعيد من اول الفيوم لحد اسوان، وعندنا البحر الاحمر ومطروح. تمام. فاحنا عندنا طبعا مستهدفين شريحه كبيره جدا. وطبعا حضرتك عارف ان المشروع الاسكان الاجتماعي يطرح بال يعني بال استجابه للطلب اللي في السوق. طبعا ففي طلب كتير جدا على مدار الاعلانات اللي فاتت لاهالينا اللي في الصعيد واهالينا في مطروح واهالينا في البحر الاحمر، طلبوا كتير جدا نزود الوحدات، وبالتالي طبعا نزلنا الاعلان ده منفردا لهذه المحافظه. هي فطبعا العدد اللي متقدم يعني ان شاء الله احنا كنا متوقعين العدد ده انه كبير، لان جات لنا طلبات كتير على مدار الاعلانات اللي فاتت. وان شاء الله باذن الله وزاره الاسكان طبعا حضرتك عارف شغاله في كل محافظات مصر ولا تتوقف عن الانتاج لوحدات سكنيه في المشروع ده بالذات، لانه مشروع مدعم من الدوله وبيستهدف شريحه محدودي الدخل، وده طبعا بيحقق عداله اجتماعيه، فبالتالي وزاره الاسكان شغاله على هذا المحور بقوه في كل المحافظات وكل المدن الجديده. الناس طمعت فيكوا وطمعت كمان اكتر في انها تاخد بقى شقه، وتحديدا كمان بعد كلام السيد الرئيس كل هيطلب شقه هيلاقيها. ال 35000 دول الاعلان ال 13، هل هيتواجد لهم عدد وحدات في ال 10 محافظات دول تباعا؟ انا عارف كمان ان شغلكم منظم جدا، بتخلصوا اعلان وتسلموه وتخلصوه وبعدين تخشوا في اللي بعديه، انا فاهم صح كده؟ طبعا لا، شغالين بالتوازي مع بالتوازي. كل شغاله بالتوازي، عندنا 13 اعلان. في اعلانات بتتسلم دلوقتي، وصلنا الاعلان الثامن والتاسع وبنجهز الاعلان العاشر، وانتجنا وحدات فعلا في كل المدن اللي نازل فيها الاعلانات. وبرده كان في بعض التزاحم على بعض المدن، عرضنا ان الناس لو حاسس ان هو عنده وقت متاخر بسبب ان في تزاحم عاد كبير جدا تقدم على الاعلان ده. الاعلان الثامن حضرتك بنتكلم في 175000 مواطن اتقدم له للاعلان الثامن بس، ففتحنا باب التحويل وفعلا يعني الناس استجابت، وفي ناس حولت كتير من المدن لاخرى. وفتحنا باب التحويل في اماكن مختلفه، وفي نفس الوقت شغالين بننتج، بنحاول ننتج بكميات ازيد علشان نستوفي العدد الكبير اللي بيتقدم. برضو خلينا برضو نبقى متفقين دايما كل اعلان بيطلع فيه ناس مقدمه كتير ما بيستوفيش الشروط. صحيح. لا انا بتكلم طبعا بيستوفي الشروط ويكون يستحق الشقه كمان. بالظبط كده. عندنا طبعا مرحله ان المواطن بيستوفي الشروط في الاوراقيات، وبعدين بيخص في مرحله الاستحقاق ان هو فعلا يكون من محدودي الدخل. لو حضرتك عارف ليميت، في حد ادنى للدخل الشهري، في حد اقصى ما يقدرش يعديه عشان يقدم، وطبعا حد الاقصى ده طبعا بيدرس كل فتره
عشان يتوافق مع الفتره الزمنيه اللي بنطرح فيها الاعلان. هو معلش يا عمرو بيه، هو مين اللي بيراجع الورق ده؟ يعني مين اللي يقول هو يستحقه ولا لا؟ طيب عندنا صندوق الاسكان الاجتماعي للتمويل العقاري هو المسؤول عن المشروع وهو اللي عنده اليات لتحديد الكلام ده. وعندنا جهات بتعمل بحث اجتماعي بينزل تعمل استعلام عن المواطن طبقا للورق اللي هو قدمه. عشان كده انا بطلب من كل المواطنين على مصر دي رساله مهمه قوي، هو يتحرى الدقه في اوراقه يجيبها مختومه وموثقه بالدخل الشهري للاسره لو كان متزوج والدخل الشهري للاعزب، بحيث ان هو لو في معلومه جت مش مظبوطه وظهرت في الاستعلام للاسف بيتم وقوف الطلب بتاعه لحد ما يستوفي المعلومه الصحيحه، لانه بيكون ماضي على اقرار ان هو مسؤول عن كل بيان مكتوب. ده بيترحل بقى عمرو بيه الاعلان اللي بعديه ولا بيكمل في نفس الاعلان بس بيتاخر عن الباقي؟ نفس الاعلان بس بيتاخر وبيزعل، واحنا بنحبش ندعي حد تمام. فهو بيتاخر ممكن يكون قدم معلومه مستعجله ويكون مثلا صاحب مهنه حره فكتب رقم واستوفاه وختم عليه، وفي الاخر لما ينزل السلام لقيه مختلف، نلاقي مثلا ايه لو كان هو اسره لازم يكون الدخل الشهري للاسره لا يزيد عن 5600 جنيه، فيتفاجئ مثلا ان الزوجه تعمل وهو كاتب لا تعمل، يتفاجئ انها تعمل، يطلع دخل الاسره عدى الرقم طبعا اللي كان اللي كده يخرج من الاستحقاق. طب يخرج من الاستحقاق ويرجع تاني يتظلم ونعمل اعاده استحقاق ياخد الدوره كامله. طب وليه؟ بطلب من كل واحد يتحرى الدقه في المعلومه، هياخدها من التنميات الاجتماعيه، هياخدها من جهه عمله، هياخدها من جهه عمله الحر، ايا كانت الجهه اللي هيقدم فيها. طب هو لو فرض مش اسره الدخل كام؟ عشان الارقام اللي عندي كانت قديمه شويه، انا 5600 لو هم عيله. اقصى حاجه في الفرض الاعزب 4200 جنيه. 4200 جنيه، يعني الحد دخله 4200 جنيه هو يستحق شقه الاسكان الاجتماعي. طيب في حاله مهمه جدا، لو الحاله الاجتماعيه اتغيرت. اتجوز. يعني مثلا لا قدر الله مثلا زوجه وزوجها كان مقدم وبقت ارمله، تقدم ورق الجديد. تقدم الورق الجديد لصندوق الاسكان الاجتماعي، عاملين بوابه الكترونيه تقدم ورق جديد بالحاله الاجتماعيه اللي اتغيرت، او لو كان مطلق او مطلقه الورق الاجتماعي اتغير، او كان شغال في شركه واتغيرت. صحيح. او في مؤسسه واتغيرت. صحيح. او دخله اتغير ولو تغير طفيف. تقدم كل ما يستجد علشان يا فندم في البحث الاجتماعي لو لقوا معلومه مختلفه بيرجع عليه تاني يعاد استعلام مره اخرى. واضح من كلام حضرتك ان الاخطاء الشائعه قوي في التقديم هي موضوع الدخل. بالظبط، الدخل والحاله الاجتماعيه دول اهم شيء، لان ده اللي بينطبق عليه الشروط، بيكون المدعوم من الدوله بارقام يعني بمبلغ مباشر ودعم في ثمن الوحده بمبلغ مباشر. فما دام الدوله دعم وحده فلازم يتحرى الدقه في الاستعلام. طبعا لازم يكون مستحق. برضه عايزين المواطن يساعدنا انه لما يحصل له اي تغيير، لو غير رقم تليفونه ده بقى الأسوأ، في غلطه كبيره جدا بيقع فيها كل الناس، ما تعرفوش توصلوا له، ويعمل انه يسجل رقم تليفونه وبعدين يروح يغير الشريحه. انا ما بعرفش اوصل له. صحيح. اوصل له بتوصل له رسائل كتير جدا وعمال يدفع الاقساط وملتزم وجميل بس رقمه متغير. حضرتك لازم يحدث بياناته اول باول لو عمل اي تغير في الموضوع، سواء في الدخل او سواء في الحاله الاجتماعيه او في ارقام التليفونات، علشان يقلل على نفسه المجهود والشكاوي اللي بتحصل كل يوم. صحيح. طيب انا مش هخرج قبل من الاسكان الاجتماعي قبل ما اعرف برضو هي المواصفات زي ما هي اللي انا كنت اعرفها، اللي هي 3 غرف ومساحه 90 متر، ولا في حاجه اتغيرت؟ لا يا فندم، زي ما هي 3 غرف وصاله 90 متر، ويمكن احنا منزلين تفاصيل كامله في الاعلان زي ما قلت لحضرتك. هو عندنا 3 غرف وصاله بمساحه 90 متر مربع وكامله المرافق وكامله التشطيب. هي. واحنا قلنا في المحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر واسوان والبحر الاحمر ومطروح. تمام. هروح بقى للاسئله اللي بتجيلي كتير برضو في مشروعات عامه الاسكان المتوسط بمسمياتها المختلفه، هل فيها ليها اي اعلانات دلوقتي تمت او ولا لسه؟ حاليا لسه كنا شغالين في حجز دار مصر وسكن مصر وجنة اللي انتهى الاسبوع اللي فات. تمام. وان شاء الله باستمرار بننزل اعلانات ثانيه على الموقع الالكتروني www.hdd-reservation.com للساده المواطنين اللي راغبين لحد الاسكان المتوسط بكل اشكاله وسكن مصر ودار مصر وجنة، ان شاء الله يتابع الموقع الالكتروني بننزل عليه باستمرار كل مشروعات هيئه المجتمعات اللي في هذا الاطار. هو اعتقد كل مشروعات الاسكان المتوسط في المجتمعات العمرانيه الجديده. كلها يا فندم في رعايه المجتمعات العمرانيه الجديده في كل مدن جديده على مستوى الجمهوريه. هي كان في زياره لرئيس مجلس الوزراء لاسوان وبيشوف التطور اللي حصل في اسوان، وكنت بتكلم مع متحدث وزاره التنميه المحليه امبارح وقال لي وزاره الاسكان عامله مجهود كبير قوي لاهالينا في اسوان، اخباره ايه؟ وصلتوا لحد فين؟ الحقيقه فعلا عندنا في اسوان الاعلان اللي معانا ده فيه اسكان اجتماعي. عندنا مدينه اسوان الجديده فيها شغل حقيقي رائع بيحصل دلوقتي. ايه ده، هي اسوان ليها امتداد هي كمان؟
زي دمياط نعم الجديده، اسوان ليها امتداد، هي كمان هتوسع هي كمان. اه يا فندم، في مدينه جديده في اسوان اسمها اسوان الجديده، من تجمع عمراني موجود في منطقه اسوان. هي تجمع عمراني رائع على واجهه شاطئيه على نهر النيل، واجهه رهيبه جدا يعني، الواجهات العظيمه اللي موجوده هناك. اه في برضو بيتعمل هناك دلوقتي مشروعات اسكان مختلفه بجميع المستويات، الاسكان الاجتماعي ودار مصر وسكن مصر وجنه. في الاسكان الاجتماعي ده هيكون على النيل؟ يعني مش هنقول عن النيل، انا مش في دماغي الموقع، خليني اعذرني خليها في لقاء اخر اجيب لحضرتك الموقع بالظبط ماشي عشان اقول لسيادتك. لكن واجهه المدينه على النيل واجهه شاطئيه رائعه، هي وفيها ممشى سياحي لاهل اسوان بالكامل، طبعا مش المدينه بس، طبعا كل رواد المدينه. ممشى سياحي رائع بيتنفذ دلوقتي، هيكون ترفيهي، في خدمات ترفيهيه، في خدمات موجوده على الموقع نفسه، هيكون حقيقه موقع رائع جدا. ان شاء الله هتلاقي حضرتك يعني هنبدا ننزل صور قريب ان شاء الله للتشطيبات النهائيه في الموقع، وان شاء الله يكون قريب افتتاحه باذن الله، يتمتع بيه محافظه اسوان ويتمتع بيه اهل اسوان ومدينه اسوان الجديده. كلام محترم جدا ومجهود اكثر احتراما، كل شكر لصديقنا العزيز استاذ عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزاره الاسكان. عرفنا خلاص التفاصيل ورسائله مهمه جدا في موضوع ان الورق يتقدم صح وتكون البيانات صح عشان حضرتك اصلا ما تعطلش، يعني هو بيقول لك الرساله عشان انت ما يبقاش فيه اي عطله. واضح من كلام عمرو بيه ان هو اكتر حاجه بتجيله فيها مشاكل هو موضوع الدخل، سواء حضرتك فرد او سواء حضرتك اسره، لازم يكون الفرد بالنسبه للاسره ما يتعداش ال 5600 جنيه، بالنسبه للفرد 4200 جنيه. اي تحديث يحصل في الحاله الاجتماعيه سواء بزواج او بطلاق او بتحول لارمله لازم تحدث حضرتك البيانات. اكيد طبعا وسيله التواصل ما بينكم رقم التليفون لو حصل فيه اي تغيير لازم يحصل، زي ما بيقول لنا خلاص كمان في الاول ان هو مد الفتح لرفع البيانات الالكترونيه لحد 25 يوليو، لحد يوم 18 ممكن تسحب كراسات الشروط. قال لنا اكتر من 35000 متقدم حتى الان في الاعلان ال 13، لسه ما فيش لكل سالونا على الاسكان المتوسط بمشروعات مختلفه بقى سكن مصر او دار مصر او جنه، لسه ما فيش اعلانات دلوقتي. وصراحه بيتواصل معانا عمرو بيه بمنتهى الشفافيه، لو في اي اعلان هقول لحضراتكم وهيكون موجود معانا في حال بلدنا. 1 99 9 رقم الاس ام اس او تليفوناتنا على 2 18 10.